طيب كاس الكونفدراليه على فكره برضو اتعملت امبارح قبل قرعه دوري الابطال، ونقدر نقول السنه دي يمكن عشان طلع قرار من الاتحاد الافريقي بالغاء ملحق الكونفدراليه، فالمجموعات كلها مجموعات ضعيفه، والفرق المشاركه نصها على الاقل فرق غير مصنفه. يعني انت لما تبص على تصنيفات الفرق لما بتلاقي المجموعات كلها مصنفه يبقى انت داخل على مجموعات قويه، ولكن الكونفدراليه السنه دي بعد الغاء الملحق نص الفرق اللي بتشارك في دور المجموعات فرق كلها غير مصنفه، مش هقول فرق ضعيفه ولكن فرق غير مصنفه، يعني ملهاش تاريخ في الكره الافريقيه. يعني المجموعه الاولى وهي اصعب مجموعه، اتحاد العاصمه الجزائري حامل اللقب معاه فيوتشر، نتمنى لهم التوفيق في هذه البطوله، سوبر سبورت الجنوب افريقي، والهلال الليبي. الهلال الليبي على فكره مدربه الكابتن محمد عوده مدرب المقاولين السابق، هو حاليا بيدرب فريق الهلال الليبي. فالمجموعه دي مجموعه صعبه جدا، فيها اتحاد العاصمه وفيتشر والهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب افريقي، والاهلي واجه قبل كده سوبر سبورت في 2011 في دوري الابطال، وانا فاكر المباراه دي حضرتها في مدينه بلكواني في جنوب افريقيا، ففريق كويس. فالمجموعه دي هتبقى مجموعه صعبه جدا. المجموعه الثانيه وهي مجموعه سهله جدا، نقدر نقول الزمالك في نزهه هيلعب مع ساجرادا الانجولي اس او اي ار بطل غينيا، وابو سليم الليبي. فريق ابو سليم الليبي ما بيلعبش في ليبيا على فكره، ممكن يلعب في تونس، ممكن يجي يلعب في القاهره، ده هيتحدد خلال الفتره اللي جايه. المجموعه الثالثه ريفرز يونايتد النيجيري، الافريقي التونسي، درامز الغاني، ولوبوتو الانجولي. المجموعه الرابعه نهضه بركان، نويرس بطل الكونغو، استاد مالي الملعب المالي، وفريق السواخين يونايتد من جنوب افريقيا. فبقول لحضراتكم الكونفدراليه السنه دي يعني مش هتحظى بمتابعه ومشاهده لانها بطوله ضعيفه جدا نتيجه الغاء ملحق الكونفدراليه الافريقيه بسبب بالتاكيد مباريات السوبر ليج اللي هتتلعب في الفتره من 20 اكتوبر الى 11 نوفمبر. فتره السوبر ليج دي على فكره كان هيتلعب فيها ملحق الكونفدراليه، ولكن بما ان خلاص مفيش ملحق كونفدراليه فهتتلعب السوبر ليج في الفتره من 20/10 ل 11 نوفمبر. وبالمناسبه وانا بتكلم على السوبر ليج، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اتخذ قرار بتكليف الاستاذ طارق انديل عضو مجلس الاداره برئاسه بعثه الفريق الى تنزانيا اللي هتشارك ان شاء الله في اولى مباريات السوبر ليج، لقاء الافتتاح امام سيمبا التنزاني يوم 20 اكتوبر، ولقاء العوده هيكون يوم 24 اكتوبر. بالمناسبه كمان الاهلي هيسافر يوم 18 اكتوبر، وقبل سفر الفريق ب 24 ساعه في سفريه هيكون لكابتن خالد بيبو والكابتن سمير عدلي، هيسبقوا البعثه قبل السفر الفريق ب 24 ساعه، تحديدا دول هيسافروا يوم 17 اكتوبر عشان يطمئنوا على ترتيبات الاقامه والتنقلات وملعب التدريب وكل الامور اللي اداره الدوري الافريقي حددتها في تنزانيا. فريق سيمبا ملوش علاقه باي ترتيبات، كل حاجه في البطوله دي إدارة الدوري الإفريقي هي اللي محددها للفرق المشاركة، سواء فندق الإقامة، ملعب التدريب، التنقلات، كل شيء من خلال الشركة الإيطالية اللي بتنظم المسابقة، ولكن عارفين طبعًا سياسة الأهلي واستراتيجية الأهلي، لازم الجهاز الإداري يسبق البعثة ب 24 ساعة، فهيكون في رحلة سفر للكابتن خالد بيبو والكابتن سمير عدلي قبل سفر الفريق ب 24 ساعة عشان يطمئنوا على كافة الترتيبات. نتمنى التوفيق رب للنادي الأهلي في هذه البطولة القارية الجديدة اللي هتكون ضربة البداية بمشاركة الأهلي في دار السلام يوم 20 أكتوبر وبحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي. تفاصيل كتير على فكرة عن هذه البطولة في الحلقات اللي جاية، عندنا مجموعة من الانفرادات والأخبار الحصرية عن هذه البطولة، افتتاح البطولة، الاجتماع الهام اللي هيعقده جياني إنفانتينو على هامش هذه البطولة، أبرز النجوم الذي وجه لهم الدعوة لحضور حفل الافتتاح، حكام البطولة، كل الأمور الخاصة بالسوبر ليج معانا في الترند خلال الأيام القليلة المقبلة.